إذن الإخوة والأخوات، نحاول على جد باش ندير تعليق، لا سيما هو أنه شفت كثير من الإخوة هكذا شباب، لا سيما من اللي كانوا عاقدين الأمل بعد هذا الحراك هذا، وفيما بعد يعني مشات الأمور في غير الاتجاه اللي كانوا هما يطمحوا ليه، وبالتالي أصيبوا باليأس وبالإحباط. وكاين منهم اللي قال لك انا بلي كفرت بالسياسه وكفرت بالسياسيين، بالاضافه الى انه كاين فيه تطورات جديده، سواء تعلق الامر بالذي يجري على الحدود نتاعنا، او تعلق الامر باطلاق سراح الجنرال توفيق وعوده الجنرال نزار إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة، لا سيما بالمرض نتاع تبون. قالوا باللي في الأول باللي الكورونا، وفيما بعد ظهرت أمور واحدة أخرى أنه راه يجري عملية جراحية على الرجل نتاعو، وغير ذلك من المسائل. حتى الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا يقولوا باللي البلاد راها في أيدي آمنة، صار منهم الآن من يتحدث عن خيانات في قيادة الجيش، ويذكرون حتى بالأسماء من بعض القيادات ومن بينهم شنقريحة، إلى غير ذلك من المسائل اللي راهو الآن الحديث حولها في ظل انقسام الحراك، في ظل رفع عدد من راية، في ظل فيه ناس راهم يمارسوا في التقية، فيه ناس عندهم مشروع باطني، إلى غير ذلك من المسائل. راكم تشوفوا الآن في بعض الوزراء منهم اللي راهو يحوس يبيع في شركات وطنية لبعض الأرباب نتاع المال، اللي حسابات يعني هكذا واضحة للعيان، غير الإنسان اللي راهو طمس له على عينيه، غير الإنسان اللي راهو طمس له ربي على عينيه وطمس له ربي على قلبه. بالإضافة إلى أنه هذه المسائل هذه المتعلقة بتاع السيارات وكثير من الأشياء، شركات الآن راها للبيع. المهم في خلطة كبيرة راها جارية، وراكم تشوفوا شو اللي وصلنا له. شوفوا الإخوة والأخوات أنا كيفاش فهم القضية، وبطبيعة الحال فيما بعد كل إنسان راه عنده القناعات نتاعو. يقدر الإنسان ربما نلتقي أنا وياه في بعض النقاط، ربما نتقاطع أنا وياه في بعض المسائل، وكاين الإنسان اللي راه يخالفني لأنه راني نتحدث بالعربية، لأنه ربما نستشهد بآية أو بحديث، إلى غير ذلك من المسائل دون الدخول في التفاصيل. شوفوا الإخوة والأخوات أنا كيفاش فهم القضية. القضية أنا كيفاش نشوفها، الإنسان اللي الآن راهو يناقش في هذه النتائج كل هذه المجتمعة هذه اللي كنت نذكر فيها فقط رؤوس نتاع أقلام، ومن بعد راه كاين التفاصيل. هذا الإنسان اللي هو يناقش في هذه النتائج بمعزل عن قضايا أخرى، منها الانقلاب تاع 92، منها خروج تاع فرنسا سنة 1962، منها الصراعات القديمة اللي كانت قبل الثورة، اللي ناقش هذه المسائل اللي الآن احنا رانا واصلين لها في 2021 بمعزل عن هذه القضايا التاريخية، بمعزل عن تاريخ هذا ما راه فهم فيها حتى حاجة، ولا ينتظر منه أي خير. ونعطي لكم كمثال، فيه الآن حديث حول العصابة، وتحدث الناس في أثناء الحراك هذاك حول العصابة. نعطي لكم كمثال برك، بوتفليقة وقتاش جاء للحكم، مشي لما كان وزير، وقتاش جاء للحكم، جاء سنة 1999، خي ما رانيش غلط. بوتفليقة قبل ما يجيبوه ل 99، النظام الجزائري كان محطوط هذا بوتفليقة
من الناس اللصوص، وبإمكانكم راهم كاين الناس اللي مازالهم أحياء، لأنه الآن رانا نشوفوا في التاريخ يزور، وصارت الناس تكتب في التاريخ بالتزوير والناس تشوف بعينها مازالهم أحياء. كاين الناس راهم مازالهم أحياء، من بينهم نعطيكم أسماء، من بينهم العضو القيادي في جبهة التحرير عبادة، روحوا اسألوه، راه كان هو المكلف بالملف نتاعو، وروحوا اسألوه في اللجنة نتاع الانضباط داخل الحزب نتاع جبهة التحرير، روحوا اسألوه على الملف نتاع السرقة نتاع بوتفليقة. هذا الناس اللي جابوه ما كانوش على بالهم، حتى دوك باش حنا في 2021 نكتشفوا باللي راها كاينه فيه عصابه. هذا الناس اللي هما جابوه ما كانوش على بالهم باللي راهم كاين مجموعه من المرشحين، حمد طلب الابراهيمي، مولود حمروش، يوسف الخطيب، عبد الله جاب الله، حسين ايت حمد، مقداد سيفي، ما كانوش على بالهم باللي راهم كانوا ينافسوا فيه في 99. حتى دوك في 2021 باش حنا نعرفوا باللي راه كاينه سرقات وباللي راه كاينه اختلاسات والى غير ذلك من المسائل. عودوا للتصريحات نتاع بلعيد عبد السلام في بدايه التسعينات، عودوا للتصريحات نتاع عبد الرحمن شيبان اللي هو قبيلي حر، عودوا الى الوراء. للأسف الشديد هو أن هذا الشباب اللي ولد لا سيما في الفترة هذه نتاع المأساة ما على بالوش بالشيء اللي صرا، ما على بالوش بالأحداث، لا يعرف تاريخ، لأنه الأشياء الحقيقية هذيك الصراعات ما قروها لهمش في المدرسة، هما عاطين لهم صورة نتاع قداسة الثورة وما حدثوهمش على الصراعات اللي حثت. لأنه لو كان الناس عرفت هذيك الصراعات اللي حثت قبل الثورة وعرفوا الصراعات اللي هي جدت أثناء الاستقلال، ولعلكم شفتوا ماذا حدث بعد الاستقلال من إخوة في المنطقة نتاع القبائل هزوا السلاح. ما لازمش أنت تستغرب دوك الآن في 2021 يجي واحد يحشي لك يقول لك هم يلعبوا فيها وراهم باش يقسمونا والبلا بلا، على جال باش انت تنطلي عليك الحيلة ويزيدوا يديوك، يزيدوا يركبوك ويزيدوا يمشيوك وين راهم واصلين بالبلاد. ناس هزوا سلاح بعد الاستقلال، وكاين منهم اللي في الثورة ما هزش سلاح، في الثورة ما هزش سلاح، هزوا بعد الاستقلال. فالثورة ما لبسش البذلة العسكرية، لبسها بعد الاستقلال. أثناء الثورة كان سياسي، كان بالكوستيما والكرافات وبالكومبا بعد الاستقلال. هذا القانون نتاع التجميد نتاع اللغة العربية ما لازمش تعزلوه على الشيء اللي راه صاري الآن، لانه هذه فرنسا باش قعدت هي قرن 32 سنه باش قعدت، والنهار اللي هاد الناس راهم داروا الاتفاقيه نتاع ايفيون داروها غير هكذا برك، كاين منهم اللي كان يسعى للسلطه ودخلوا في مفاوضات، وكاين ناس اللي كانوا رافضينها من بينهم هوارب ومدين، لانه ما يطالعوكمش مع الأسف الشديد على كثير من الحقائق. من بين الأشياء اللي وقعت في تلك الفترة هي اللي تفقوا عليه في الاتفاقية نتاع إيفيا هو حل الجيش نتاع الحدود. هذا الناس اللي راهم صاروا يعايروا في الناس بجيش الحدود، الجيش الحدود هو اللي أحبط المؤامرة. الجيش نتاع الحدود هو الذي أحبط المؤامرة،
لانه من ضمن الاتفاقيات نتاع ايفيان حل جيش نتاع الحدود، قالوا لهم دخلوا دخلوا بلا سلاح، ومن بعد نصبوا حكومه من بينها جزائريين وفرنسيين على جال البشية دير مرحلة انتقالية. وتعرفوا باللي أثناء الثورة كانت فيه استقلالية يعني نتاع الولايات هذيك، لأنه الحرب لما قامت في ما كانتش منظمة على شكل تاع قال جيش منظم، كانت مجموعات مجموعات مسلحة، وفيما بعد توحدوا. كيفاش تدخل لكم انتم في روسكم ومازال الناس راهم يردوا فيها الى اليوم؟ الجيش دخل، الجيش دخل كانه جيش غازي. كيفاش تدخل لكم انتم في روسكم قائد نتاع اركان يا عباد الله، قائد اركان نتاع جيش التحرير، يجي واحد تحت الاسم نتاعو تحت السلطه نتاعو يمنعو باش يمر ويتحدثوا فيها ولا حشمه لا والو؟ قائد اركان نتاع جيش التحرير يمنعوه باش يدخل، وكانه هذا القياده نتاع الاركان اللي هي كانت في الحدود لظروف نتاع الحرب، ظروف نتاع الحرب. انا نشوفوا فيهم درك حنا الان يتحدثوا، هاو ذاك النهار برك، هاو ذاك النهار برك، واسمه شنقريح هذا، راح لواحد المكان هكذا دخل صور معهم وراح، وعلاش ما هزش البياسة هو وراح هاجم هذا الإرهابيين؟ هذا القادة نتاع الجيوش كلهم هكذا، وهذه راه ثورة، ثورة بمعنى أنك أنت لما تكون أنت راك دير قيادة ديرها في العاصمة، كيف راح تديرها أنت؟ أنت راك داخل في ثورة مع جيش احتلال. الحرب هي فرضت انه هذه القياده، وهذه راها من بين التكتيكات نتاع الحرب، القياده هي ارتأت انها دير قياده نتاع اركان خارج الحدود. وهذا الجيش نتاع الحدود راهو كان يدخل في الاسلحه، كان يقوم بتدريبات، لانه الناس للاسف الشديد فقط الناس اللي راهم قال مثلا داروا سيرفيس ميليتار مع فرنسا، سيرفيس ميليتار مع فرنسا، لانه كانت الجزائر كانت محتله كلكم على بالكم بها من 1830. بالتالي الناس اللي داروا الخدمه العسكريه سواء هما دخلوا في الخدمه العسكريه مع فرنسا ولا شاركوا في الحرب العالميه، هذو هما اللي فقط كانوا هما يعرفوا يديروا سلاح، والا الناس كامل مساكنين للاسف الشديد ما يعرفوا. المدرسة محطمة، اللي قاعدوا يقراو قاعدوا يقراو اللغة العربية في الجوامع ولا في الزوي، هذا واش كاين؟ جزائر محطمة. بالتالي درك القيادة العسكرية ضرورة حربية جات وكانوا هما في الحدود. درك فرنسا نهار اللي جات هي خارجة، هي كانت تخطط على جال باش هي تخلي الناس اللي يحكموا السلطة على جال باش هما يعني كما يقولوا في أحسن الظروف، وهذه راها موجودة في الوثائق وراني نشرتها في الكتاب نتاع المصالحة في 2014، موجودة موثقة، كانوا هما يحوسوا على فريق هو أنه يحكم، وهذا الفريق هذا يكون برو أوكسيدونتال. بالتالي درك ناس يقول لك باللي داروا انقلاب، واش من انقلاب؟ راها كاينه واسمو كاينه شهادات، شهادات موثقه من بينها عضو اللي هو كان وزير خارجيه سعد دحلب، هذاك راهو داير في الكتاب نتاعو هذاك تاع المهمه المنجزه يتحدث عن الاستقاله نتاع يوسف بن خضر، استقاله ويتحدث بها هو والصراع. وكتاش حدث؟ مثل ما كنت نقول لكم، كنت نقول لكم باللي راهو حدث قبل الثوره بدليل، وروحوا اقراوا الكتاب نتاع يوسف بن خده، وانه يتحدث على حزب القبائل
هو مانيش نتحدثوا فيها احنا الان، راه قال لك الناس راك دير انت في الفتنه والله، هذه راه قضايا تاريخيه اذا كان لم تعالج نتحدثوا عليها من اجل المعالجه ليس من اجل اثاره الفتنه. لكن انت لازمك تمشي وعينيك مفتوحين، ما يجيش واحد يحشي لك. فرق بين نشر الفتنه ونشر الفطنه بالطاء ماشي بالتاء. وبقى هذاك الصراع، واش هو الصراع نتاع عيد حمد وكريم بن قاسم وعبان رمضان؟ هذا الناس اللي الان دركا في الحراك هازين لك لافته ودايرين لك الشعار ودايرين لك الصوره نتاع عبان رمضان، واش معناتها؟ رانا ننشر في الفتنه، انت اللي راك تنشر فيها. انت راك تنشر في الفتنه، تدرس التاريخ نتاعك ومنع الناس على جلبش تعرف الحقائق.